بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في الجزء الثاني من المستوى الأول لبرنامج إعداد أخصائي التخاطب. طبعا بنرحب كلنا بالاستاذ طارق رحمه ان هو منورنا النهارده، وما شاء الله العرض شغال وكل حاجه شغاله ما شاء الله. اتمنى التوفيق للجميع واتمنى الاستفاده باذن الله. احنا عندنا دلوقتي عرض الباور بوينت الخاص بالبرنامج بتاعنا ده العرض، يا ريت كلنا ننزله عندنا او كلنا نحتفظ بيه. انا بعت منه نسخ لبعض الاصدقاء عندي على الفيسبوك، والنسخة دي ان شاء الله هتكون متاحة، اي حد يقدر يعمل لها داونلود على الجهاز. تمام، احنا اتكلمنا امبارح عن تعريف التخاطب، واتكلمنا عن اقسام اللغة، واتكلمنا عن امراض التخاطب واضطرابات النطق، وهي الابدال والحذف والتحريف والاضافة او التشويه. اتكلمنا عن اضطرابات الكلام، وهي اللدغات والخنف والتلعثم او التأتأة، واتكلمنا عن طرق علاج وتدريب اي مشكلة من مشاكل النطق او الكلام. اتكلمنا ايضا امبارح عن اضطرابات الصوت، وهي البحة الصوتية وطرق علاجها وطرق تدريبها. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن النمو اللغوي عند الطفل الطبيعي. طبعا مهم جدا ان انا كأخصائي تخاطب ابقى عارف مراحل تطور اللغة لدى الطفل الطبيعي، علشان اقدر اقيم الطفل اللي قدامي واقدر اقيم حالته واقدر احط البرنامج الخاص للعلاج. طبعا انا بحاول امشي عرض الباور بوينت عشان خاطر اجيب الشريحة اللي هنتكلم عنها، عشان نبقى متابعين مع بعض. طبعا البرنامج هيكون معاكم كامل بإذن الله، ممكن نطلع عليه بعد كده، وأي حاجة عايزين تناقشوني فيها أو تسألوني عنها الإيميل موجود، ممكن كلنا في أي وقت ابعتوا الرسائل وأنا هرد عليها كلها. يعني بإذن الله تعالى قبل لقاء الأسبوع القادم هكون رديت على كل أسئلتكم واستفساراتكم. عندنا فوق البورد رقم 3 اللي مكتوب عليه القاعات هنلاقي فيه الإيميل موجود. معلش في حد، انا كل ما بمشي في حد بيجيب عرض الباور بوينت من الاول. انا عايزة اوصل عند الشريحة اللي فيها النمو اللغوي عند الطفل الطبيعي. يا ريت محدش يمشي الشريحة معانا بس علشان خاطر نوصل عند الجزء الخاص بمحاضرة النهاردة. اهو احنا كده في الشريحة رقم 57. هنتكلم النهاردة عن النمو اللغوي عند الأطفال الطبيعيين. طبعا الطفل أول ما بيتولد الطفل الطبيعي بيبدأ بالبكاء. لو الطفل حصل إنه اتأخر في البكاء، طبعا ربما يكون في مشكلة، الأطباء بيبدأوا يشوفوا الطفل فيه إيه بالظبط. عند الطفل عند عمر شهرين بيبدأ الطفل يصدر أصوات، يبدأ يعبر عن حاجته بالصراخ أو البكاء. صوت الطفل بيعلى،
بينطق أصوات حلقية أو حروف متحركة، مثلا بيقول وا وا أو بيقول ما أو آ. بلاقي الطفل كده بيصدر حروف عشوائية أو تلقائية مصاحبة للبكاء أو الصراخ. بنجد الطفل الطبيعي أيضا بينتبه لأي حركة قدامه، سواء ألعاب أو أشخاص بتتحرك، إن قوة البصر عند الطفل بتزيد. المفروض إن الأم في المرحلة دي تبدأ تتجاوب مع الطفل بالكلام، إن الكلام أو المناغاة للطفل مهم جدا في المرحلة دي، إن بيخلي الطفل يبدأ يركز انتباهه مع اللي حواليه ويبدأ يتابع الأم أو يتابع الأب، بالتالي دي بتكون بداية للتخاطب مع الطفل. إن في للأسف كأخصائيين تخاطب هنقابل أطفال كتير جدا جدا أطفال طبيعيين، والأطفال دي يعني افتقدوا مهارات المناغاة أو الكلام معاهم في الشهور الأولى، ودي حاجة مهمة جدا. إن في ناس كتيرة جدا للأسف بتهمل الطفل أو مش بيبدأوا يعني يناغوا الطفل أو يتكلموا معاه، بنلاقي الطفل بعد فترة بتأخر في الكلام، بتأخر في اللغة. كأخصائي تخاطب لما ببدأ ألعب مع الطفل ده وأتكلم معاه في خلال 2 3 أسابيع، الطفل بيبدأ يكتسب حروف وكلمات، ويبدأ الطفل يرجع يتكلم طبيعي جدا وكأن ما كانش فيه أي مشكلة قبل كده. فاحنا نخلي بالنا من النقطة دي، إن الحاجات دي هتقابلنا كتير. عندنا بعد كده الطفل من عمر 3 شهور لعمر 5 شهور بيستمع بانتباه، يعني بينتبه لأي صوت حواليه وبيفهم المواقف المحيطة، بيقوم بالمناغاة، بيقل البكاء، وبيعبر بوجه الطفل وبحركته، وينطق أصوات متحركة أمامية زي واو. يعني طبعا اللي شاف أطفال في العمر ده بيعرف كويس الأصوات دي، وقد ينطق بعض الحروف الساكنة الأمامية، ويربط الطفل بين الفعل والنتيجة. يعني مثلا شايف الأم مثلا ماسكة الببرونة بيعرف إن ده وقت الرضاعة بتاعته، شايف مثلا الأم خارجة أو الأم لبست بيفهم إن الأم كده خارجة ممكن يبكي. فالطفل بيبدأ ينتبه لكل حاجة بتحصل حواليه، ويبدأ يعبر بحروف متحركة أو حروف ساكنة، يضع كل شيء في فمه ويبحث عن مصدر الصوت إذا سمع صوت غريب، أو إذا سمع أي صوت في الغرفة المحيطة أو في المنزل بيحاول إن هو يلتفت حتى يجد مصدر الصوت. في هذه المرحلة من عمر الطفل بيكون المناغاة وبداية الكلام هو بداية للتفاعل والتواصل مع الطفل. عندنا بعد كده الطفل من 5 شهور إلى 7 شهور بيسمع الأصوات ويستجيب بصوت، يعني ممكن لو أنا ناديت الطفل أو عملت له أي صوت حلقي أو صوت غنائي، الطفل بيرد عليا بنفس الصوت. بجد الطفل في المرحلة دي بيكرر مقاطع في صورة مسلسلة أو صورة طويلة، ينطق حروف ساكنة جديدة زي حرف الواو أو القاف أو النون أو اللام، ينطق أيضا أصوات متحركة خلفية، ويقلد حركات وتعبيرات الوجه. طبعا ممكن ألاقي الطفل بيحرك لسانه في جميع الاتجاهات، بيكون الكلام وسيلة للتعبير علشان خاطر يجذب انتباه الآخرين أو يجذب انتباه المحيطين من الأب والأم والأخوات وأي حد موجود معاه. فهنا طبعا المناغاة والتواصل والكلام مع الطفل مهم جدا في المرحلة دي. عندنا بعد كده في الشريحة رقم 60، الطفل في أول 6 شهور بيبدأ يكتسب أغلب المعلومات اللغوية أو المهارات الأخرى، مهارات المسك أو مهارات استخدام الإيدين. فيجب إن أنا أهتم بالطفل في المرحلة دي وأتكلم معاه علشان يكتسب اللغة ويبدأ يكون عنده حصيلة لغوية اللي هي بعد كده إن شاء الله هيبدأ يتكلم بناء عليها. الطفل بعد كده من عمر 8 إلى 10 شهور بيفهم بعض المفاهيم مثل قول الله، ممكن يتعرف على كلمات مألوفة مثل مسميات الألعاب الخاصة بيه، مسميات الأطعمة اللي بيتناولها، ممكن يعبر عن أغاني أو نبرات سؤال أو أمر، يمكن أن ينطق مقاطع متكررة، ينطق ماما أو بابا. طبعا أنا وأنا بناغي الطفل بفضل أقول له ماما ماما بابا بابا، حتى الطريقة دي اللي أنا بتبعها مع الطفل الطبيعي هي هتكون نفس الطريقة كأخصائي تخاطب مع طفل مفتقد اللغة أو مفتقد الكلام
انا همشي معاه واحده واحده زي اي طفل طبيعي علشان خاطر يبدأ يكون حصيلة لغوية ويبدأ ينتبه للعالم المحيط بيه، وبالتالي يبدأ الطفل يتكلم او يصدر اصوات. ان بداية الكلام للطفل هي صدور الاصوات، ثم صدور الحروف الساكنة او المتحركة. الطفل في المرحلة دي بيحتاج الى مثيرات بسيطة، محتاج الى العاب تشجعه، محتاج الى بعض الاغنيات او بعض الاناشيد اللي بتشجعه وبتنبهه اكتر على الكلام. عندنا بعد كده في الشريحة رقم 61، الطفل من عمر 10 شهور الى 12 شهر بيستجيب للأوامر البسيطة. الأوامر البسيطة زي هات، لو الطفل ماسك لعبة في ايده قلت له هات هيفهم ان هو يديني اللعبة. يستجيب لمعرفة أسماء الأشياء المعروفة لديه زي الألعاب اللي بيستخدمها. قد يستطيع نطق الكثير من الكلمات، 5 كلمات أو أكثر، طبعا اغلبها ماما بابا. ممكن يعبر عن حاجته الى الشراب او الطعام بكلمات حسب الكلمات اللي بيكتسبها من الاب او الام او الاشخاص المحيطين به. قد يعبر باستخدام اشارة او ينادي على الام او الاب. وطبعا ممكن الاب والام يقوموا بتقليد كلمات الطفل حتى تثبت معناها، او يقوم بتوضيح. مثلا لو الطفل بيقول مثلا بيشاور على المية او على كوب الماء الخاص بيه، ممكن الاب والام يأكدوا المعلومة او يأكدوا تسمية الشيء حول الطفل علشان تثبت المعلومة وتثبت معنى الكلمة لدى الطفل. طبعا هنا في سؤال انا حطاه في البرنامج، معلش انا عايزة ارجع عند الشريحة تاني رقم 61. يا ريت محدش يغير معانا بس عرض الشرايح عشان نبقى متابعين مع بعض لغاية نهاية الدرس بتاع النهاردة. تمام، احنا في الشريحة بعد كده، في الشريحة 62، في سؤال هنا للمتدربين او لحضراتكم. لو الطفل حرم مناغات الاهل او التواصل مع الاهل يتكلم الطفل، يعني لو طفل مهمل تماما محدش قام بعملية المناغاة او حد وجه له اي كلام او اي تعبيرات او اي اكتسابات لغوية او مهارات في الاسرة، هل الطفل ده ممكن يتكلم ولا هيتأخر في الكلام؟ طبعا انا عايزة حضراتكم ترسلوا لي الاجابات على الايميل. ولو في حد عنده قصة طفل قابله في حياته او قابله في العمل الطفل ده فعلا حرم من المناغاة او حرم من التواصل الاجتماعي في الشهور الاولى، الطفل ده هيكون وضعه ايه؟ عشان احنا هنشرح النقطة دي في مرة تانية ان شاء الله. عندنا بعد كده هنبدأ في الدرس الرابع، وهو انواع تأخر نمو اللغة او الامراض او الاسباب التي بتعوق تأخر نمو اللغة لدى الاطفال. طبعا انا مش عارفة تحبوا ناخد بريك ولا نكمل، يعني لو عايزين نراجع الجزء الاولاني او ممكن نشوف عرض فيديو دلوقتي مع بعض. هنشوف دلوقتي طفل في الشهر في عمر شهرين بيناهي. لا سوري، طبعا هنا الطفل في المرحلة دي محتاج للمناغاة من كل اللي حواليه ومحتاج اللي يتكلم معاه. طبعا احنا شايفين الطفل هنا مركز بصره على اللي قدامه، الشخص اللي بيقول الاصوات، في تواصل جميل جدا. ده الفيديو ده كان خاص بطفل طبيعي. عندنا في فيديو لطفل من متلازمة داون. ده طفل متلازم الداون اثناء جلسه التخاطب في عمر شهرين. طبعا شايفين هنا طفل متلازم الداون في عمر شهرين. يا ترى الصوت واضح؟ هو يعني كل سامعني؟ انا مش عارفه الصوت واضح ولا لا. نعم.
طيب تمام الحمد لله. الطفل دون عمره شهرين بيعمل جلسة تخاطب طبعا او تدخل مبكر. الطفل هنا الاخصائية بتقوم باصدار اشياء حلقية او مقاطع تكرارية علشان خاطر تشجع الطفل على التواصل والكلام. نشوف الطفل اللي قدامنا او حالة الطفل اللي قدامنا في اي مرحلة عمرية انا هبدأ اشتغل معاه على اي مرحلة. يعني الطفل ده يعني هو كان مكتوب عندي في الفيديو عمر شهرين، فربما المقصود بعمر شهرين ان انا بديله تدريبات تتناسب مع طفل طبيعي من عمر شهرين، ان انا بناغي الطفل وبتواصل معاه علشان خاطر يبقى في تواصل والطفل يبدأ يكتسب مهارات اللغة ومهارات التواصل مع الاخصائي او مع المعالج. متلازمة داون يعني الطفل المنغولي أو الطفل اللي عنده إصابة في الكروموزوم رقم 21 أو الكروموزوم رقم 18. بيتميز الطفل بملامح معينة في الوجه، بيتميز بأعراض كتيرة جدا هنتكلم عنها بعدين، إن هي هتكون من أسباب إعاقة الأطفال أو من أسباب تأخر الطفل عن الكلام إصابته بمتلازمة داون أو بمرض المنغولية. فأنا كان مكتوب عندي في الفيديو شهرين، فممكن شهرين دي إن الطفل ده أنا هشتغل معاه مناغاة اللي هي بتتناسب مع الطفل الطبيعي اللي عمره شهرين. عموما أنا كأخصائي تخاطب بشوف الطفل اللي قدامي عمره قد إيه وحالته، يعني إيه تشخيص الحالة بالظبط، وببدأ أشتغل على المستوى العقلي وعلى حالة الطفل اللي قدامي. أنا بنسى عمر الطفل وبنسى كل حاجة وبفكر ايه المهارات اللي الطفل ده مكتسبها وايه المهارات اللي الطفل ده مفتقدها وببدأ ادرب فيه بناء عليه. يعني اذا كان الطفل مفتقد التواصل ببدأ ادربه عشان يتواصل معايا، اذا كان الطفل مفتقد المناغاة او التواصل البصري ببدأ اعمله تدريبات معينة. طبعا هبعت لكم صور من التدريبات دي كلها علشان خاطر نعرف ازاي هنعمل للطفل تدريبات تساعد على التواصل بيني وبين الطفل كأخصائي تخاطب، وازاي هعمله تدريبات تشجعه على الكلام والنطق. كل ده ان شاء الله هناخده في الدروس القادمة. تمام كده خلاص. دلوقتي بعد ما شفنا عرض الفيديو لحالة طفل طبيعي في عمر شهرين أثناء المناغاة وحالة طفل داون برضو أثناء تدريبه على المناغاة أو التواصل، أيا كان عمر الطفل ده، فإن أي طفل مصاب بأي مرض أو أي إعاقة التطور بيمشي زي تطور الطفل الطبيعي مهما كان عمر الطفل أو مهما كان العمر العقلي أو نوع الإصابة. فتطور العقل يا جماعة أو تطور الطفل سبحان الله بيمشي كله واحد، يعني كأني بالظبط ببني عمارة. لازم أبني دور الأول بعدين التاني التالت الرابع وهكذا. فأي طفل عندي بيتطور مهما كانت مشكلته أو مهما كان نوع الإصابة بيكون التطور ده ثابت، يعني ما أقدرش مثلا أنا أبني الدور الرابع وأنا ما عنديش الدور التالت.
فبالتالي بطبق الكلام ده على الطفل، ما يقدرش طفل يتكلم عندي او اعلم الطفل الكلام او التخاطب والطفل ده مش منتبه او مش بيركز او مفيش تواصل بيني وبينه كأخصائي تخاطب. عندي بعد كده في الشريحة رقم 63 هنتكلم عن انواع تأخر نمو اللغة او الامراض او الاسباب اللي بتسبب تأخر نمو اللغة لدى الاطفال. طبعا بتنتشر دايما مشاكل التخاطب او مشاكل تأخر اللغة في مرحلة الطفولة، دايما بيكون الطفل لديه حصيلة لغوية ضعيفة جدا لا تتناسب مع العمر الزمني. فببدأ بقى ادور على الاسباب كأخصائي تخاطب. دايما لما بيجي لي حالة طفل يا اما بيكون معاه التقارير الخاصة بيه او التشخيص، يا اما انا اقدر ابحث، يعني ممكن اشوف المركز اللي انا بشتغل فيه او الدكاترة اللي انا بتواصل معاهم وابدأ احاول اعرف حالة الطفل، ان ده هيساعدني كتير جدا في طريقة العلاج وطريقة تدريب الطفل. لكن انتوا مع الخبرة بعد كده ان شاء الله فيما بعد هتقدروا بمجرد النظر للطفل تقدروا تعرفوا الطفل ده عنده ايه وهتعملوا معاه ايه بالظبط. ده طبعا هيجي بعد خبرة وبعد فترات عمل مع اطفال كتيرة. عندنا رقم واحد من اسباب او من انواع تأخر نمو اللغة، تأخر النمو الناتج عن الضعف السمعي. هنا العمر الزمني اللي بيحدث فيه الضعف بيكون قبل اكتساب اللغة او بعد اكتساب اللغة. يعني في طفل ممكن تحصل عنده اصابة في العصب السمعي قبل ما يعني قبل ما يبدأ الطفل ده تتطور لديه اللغة، بتكون الإصابة في الشهور الأولى. فطبعا دي هنا بتكون مشكلة إن الطفل ده طبعا ما قدرش يتعلم أي مهارات كلام أو أي مهارات لغة. فببدأ مع الطفل ده من جديد بمجرد ما بيعالج ضعف السمع عن طريق تركيب سماعة أذن أو عن طريق زرع قوقعة. ببدأ أتعامل مع الطفل ده من البداية خالص، إن أنا أتواصل معاه، إن أنا أبدأ أتكلم معاه عن كل حاجة حواليه، أبدأ أشرح له البيئة المحيطة، أبدأ أشرح له مجموعات ضمنية زي مجموعات الخضروات والفواكه الحيوانات. ببدأ أشرح له حاجات كتير جدا عشان أبدأ أعمل له حصيلة لغوية يكتسب فيها اللغة، وأكون متأكد إن الطفل طبعا سمعني أو إن السماعة اللي الطفل بيستخدمها أو القوقعة اللي هو زرعها شغالة معاه كويس. طبعا الضعف السمعي عندي فيه أنواع، بيكون بسيط أو متوسط أو شديد أو أصم. طبعا بناء على درجة الضعف السمعي بعرف أشتغل إزاي مع الطفل، إن لا قدر الله الطفل الأصم ممكن ما بتنجحش معاه جلسات التخاطب، بيحتاج إلى جلسات تعليم لغة الإشارة. عندي بعد كده في الشريحة رقم 64 تأخر نمو اللغة الناتج عن القصور الفكري أو الإعاقة العقلية. طبعا الأطفال دول أصلا بيعانوا من تأخر في جوانب عديدة جانب اللغة، يعني مش بس إن الطفل مش بيعرف يتكلم، لا بلاقي الطفل انتباهه ضعيف أو تركيزه ضعيف، التواصل عنده ضعيف، فبالتالي ده بيؤدي إلى عملية بطء في اكتساب اللغة او بيؤدي الى بطء في التطور الطبيعي عامة لدى الطفل. فبالتالي ده بيؤثر عنده على اكتساب اللغة سواء اللغة الاستقبالية او التعبيرية. فالطفل ده بيحتاج مجهود شوية او بيحتاج شغل مضاعف مني كأخصائي تخاطب عشان اقدر اوصله للمرحلة اللي يكتسب فيها اللغة او يبدأ يتكلم فيها. طبعا انواع الاعاقة العقلية او القصور الفكري ليها انواع كتيره جدا، يا اما او ليها اسباب كتيره، يا اما ان الطفل مصاب بمتلازمه داون او مرض المنجولي، يا اما ان الطفل مصاب بنقص اكسجين او شلل دماغي او ضمور في المخ. احنا عندنا مسمى الشلل الدماغي نفس مسمى نقص الاكسجين او ضمور في المخ، يعني بتختلف من بلد الى اخرى او بتختلف من طبيب الى اخر. أو إصابة دماغية أيضا ممكن يكون طفل طبيعي جدا حصل له لا قدر الله سخونة أو حصل له أي حاجة عملت برين انسلت أو إصابة دماغية أثرت على بعض خلايا المخ اللي هي بتؤثر على اللغة أو الكلام أو الفهم بصورة عامة. فبالتالي الطفل ده بيحتاج مني مجهود مضاعف كأخصائي تخاطب، هنتكلم وهنعرف هنعمل إيه مع الطفل اللي هو عنده إعاقة عقلية علشان خاطر أوصله لمرحلة اكتساب اللغة والكلام.
عندي بعد كده نمرة 3، ممكن تأخر نمو اللغة الناتج عن إصابة دماغية مصاحب لها إعاقة حركية، برضو اللي هو الشلل الدماغي أو نقص الأكسجين أو ضمور في المخ. عندي بعد كده رقم 4، تأخر نمو اللغة ناتج عن نقص كثرة الحركة، أو بمعنى إصابة دماغية طفيفة بتؤدي إلى تأخر في نمو اللغة، أو أخطاء في النطق أو في القراءة أو الكتابة والتهجئة وعملية الحسابات. طبعا رقم 4، تأخر نمو اللغة ده بيكون ناتج عن نقص أكسجين بيصيب القشرة الدماغية الخارجية، يعني بعيدة عن خلايا المخ الرئيسية. طبعا الطفل ده بيعاني بعد كده من صعوبات التعلم، بيكون عنده صعوبات في النطق أو في القراءة أو الكتابة، دي هنقابلها في أنواع صعوبات التعلم بعد كده إن شاء الله، اللي هيدرس معانا دورة صعوبات التعلم وأسباب صعوبات التعلم. فنمرة 4 دي بتتكلم عن صعوبات التعلم، أو الحالات دي بتصاب بصعوبات تعلم فيما بعد. عندي بعد كده نمرة 5، تأخر نمو اللغة الناتج عن الاضطرابات النفسية. الاضطرابات النفسية منها التوحد، طبعا التوحد ده هيطول شرحه فيما بعد، فصام الأطفال، السلبية. فصام الأطفال ليها كذا معنى، يا إما إن الطفل بيجيله فصام نتيجة صدمة، إنه يبعد فجأة عن الأب أو الأم، أو يبعد عن شخص مرتبط بيه. بعض الأطفال اللي أنا قابلتها كان مرتبط بالدادة أو المربية، الطفل يعني يتأخر في اكتساب اللغة والكلام، إن محدش بيتكلم معاه زي الدادة ما كانت بتكلمه، الأب والأم مشغولين بأعمالهم، فالطفل بدأ يتراجع في اكتساب اللغة. فالطفل ده طبعا بيحتاج جلسات تخاطب فترات قصيرة جدا، وبيرجع الطفل يتكلم كويس. أهم حاجة إن أنا كأخصائي أو أخصائية تخاطب لازم أكسب حب الطفل وثقة الطفل فيا، علشان خاطر أقدر أنجح في علاجه أو تدريبه على نطق أو الكلام بإذن الله. في عندنا بعد كده هناخد أمراض اللسان المختلفة، دي برضو من الأسباب اللي بتسبب تأخر في اللغة أو تأخر في الكلام. لو حابين ناخد بريك شوية ماشي، أنا هشوف طبعا ردودكم، لو عايزين ناخد بريك شوية ونرجع نكمل مفيش مشكلة. في ناس عايزة بريك وناس عايزة تكمل، أنا مش عارفة بصراحة، أنا هشوف رأي الأغلبية. طيب خلاص الأغلبية عايز يكمل، احنا هنكمل ان شاء الله، و دورة صعوبات التعلم ان شاء الله هتكون في يعني في الأيام القادمة بإذن الله بعد ما نخلص الدورة دي، وبعد كده هنشوف ان شاء الله، يعني هتلاقوا على الفيسبوك او على صفحة الأكاديمية موعد الدورات القادمة بإذن الله. طيب احنا هنكمل. ايضا من اسباب تأخر نمو اللغة لدى الاطفال امراض اللسان المختلفة، منها 1، تشقق اللسان، واللسان المشقوق بيكون موجود عليه تشققات واخاديد زي ما واضح عندنا في الصورة اللي قدامنا. في عندنا اللسان المربوط، دي بتكون من المشكلات الخلقية. طبعا انا مش بحب اقول عيب خلقي، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ما ينفعش اقول ان حاجه فيها عيب او حاجه فيها خلل، انا بقول شكل خلقي، يعني شكل مختلف عن شكل، يعني عندي الشكل الخلقي ان اللسان ده مربوط باسفل الفم، او هناك التصاق زي ما واضح عندي في الصوره. طبعا امراض اللسان دي بتسبب تاخر في اكتساب اللغه، بيكون ليها علاجات مختلفه. تشقق اللسان بيكون ليه علاج مرتبط بالأطعمة أو بالأغذية أو استخدام كريمات معينة أو تجنب أشياء مثلا بيتناولها الطفل أو المريض بتسبب هذه التشققات. اللسان المربوط علاجه إن الطفل ممكن بيتأخر في الكلام مثلا لغاية عمر 2 سنين، مع تطور نمو الطفل أو تطور نمو حجم اللسان بيبدأ الطفل يتكلم طبيعي جدا، إن أنا عندي حالات كتيرة شفتها كده. في حالات بتحتاج تدخل جراحي، ان احنا بنفك الربط اللي من تحت طبعا مع طبيب جراح مختص بجراحة الفم والأسنان، وفي حالات بتتكلم بدون أي جراحة.
عندي بعد كده هقول إرشادات للأسرة لعلاج تأخر اللغة عند الأطفال، وغالبا الأطفال الطبيعيين أو حتى الأطفال السبيشال نيد أو أطفال الاحتياجات الخاصة. يا ريت نرجع للشريحة اللي كنا عندها. شريحة 67، تمام. هنتكلم على إرشادات عامة للأسرة. الإرشادات دي أنا كأخصائي تخاطب لازم أكون حافظها كويس جدا وأوصلها للأهل علشان خاطر أنجح في عملية علاج الطفل أو تدريب الطفل، سواء كان طفل طبيعي عنده تأخر في اللغة أو طفل احتياجات خاصة مصاب بأي مرض أو أي إعاقة. لازم أوصل الإرشادات دي للأسرة عشان تساعدني إن أنا أنجح في تقدم الطفل أو إن أنا أجيب نتيجة أثناء تدريب وعلاج الطفل بإذن الله. عندي رقم واحد في الإرشادات عدم ترك الطفل فترات طويلة مهمل أمام التلفاز أو جهاز ألعاب الفيديو أو مع الخدم، بل يفضل تواجده مع الأهل ومع الأم بالذات. طبعا في فعلا حالات كثيرة قابلتني وهتقابلكم طبعا أكيد إن الطفل ما بيتكلمش. طيب مين بيجلس مع الطفل أو مين بيتكلم مع الطفل؟ ما فيش، الأم مشغولة والأب مشغول وما فيش حتى خادمة أو كده، أو الخادمة مشغولة بأعمال البيت، مفيش حد بيتكلم مع الطفل. طيب الطفل هيجيب اللغة من فين يعني، او الطفل هيتكلم ازاي؟ بس فانا لازم طبعا انصح الاهل ان هم يهتموا بالطفل، يتكلموا معاه كتير، ما يتركوش الطفل لوحده فترات طويلة. وطبعا مش هيكون اي كلام، لازم عندنا رقم اتنين الكلام باستمرار مع الطفل بلغة سهلة وبسيطة وواضحة، جمل لا تزيد عن 3 كلمات. طبعا ده بالنسبة للطفل اللي لسه مش بيتكلم، ما ينفعش ان انا اقعد مع الطفل اتكلم بسرعة او اتكلم اي كلام، لا، احاول اني اتكلم بطريقة بسيطة، طريقة سهلة واضحة، كأن اوصف له لعبة مثلا او اسمي له فواكه او اي شيء محيط بالطفل بطريقة مبسطة جدا او طريقة منغمة تجذب انتباه الطفل ليا وتشجع الطفل ده انه يبدأ يتكلم او يقلدني في صدور الكلمات او الحروف المعبرة عن كلمات، وانا طبعا هفهم الطفل عايز يقول ايه. عندي بعد كده رقم 3، يكون الكلام مع الطفل واضح الى درجة الافتعال والبطء ليعطي فرصة للطفل مراجعة فم المتكلم ومخارج الكلمات والحروف. طبعا هي الارشادات دي المفروض للأسرة، بس انا بعتبرها ارشادات كمان لينا كاخصائيين تخاطب. لازم يعني ننفذ نفس الارشادات دي علينا احنا كمان اثناء جلسة التخاطب مع الطفل. لازم اتكلم ببطء، وحتى البطء ده يكون مفتعل، واحاول اجذب انتباه الطفل على فمي اثناء الكلام والحديث علشان خاطر يراجع مخارج الكلمات والحروف. بعد كده عندي رقم 4، عدم الاستجابة للطفل بتلبية طلباته إذا أشار باليد. معناها إيه؟ يعني لو الطفل محتاج أي شيء وشاور عليه بإيده، لأ مش هستجيب، هحاول إن الطفل يسمي هذا الشيء. يعني مثلا شاور على عصير، أنا همسكه وهفضل أقول عصير عصير، مش مرة واحدة مجرد ما الطفل يشاور هديها له كده. أنا بسهل للطفل استخدام الإشارة بدل من استخدام اللغة أو الكلام. فيجب على الأم أو يجب عليك كأخصائي عدم الاستجابة وإبداء عدم الفهم حتى يحاول الطفل أن يتحدث أو يتكلم. بعد كده يجب على الأهل أو يجب على أخصائيين التخاطب أيضا تصحيح كلمات الطفل إذا قالها بصورة غير صحيحة. فعلى الأم إعادة الكلمة مرة ثانية بصورة صحيحة وواضحة وسهلة حتى لا يتعود الطفل على النطق الخاطئ. برضو من حالات الأطفال اللي قابلتني واللي هتقابلكم بإذن الله، طفل طبيعي جدا ما عندوش اي مشكله غير انه بيتكلم كلمات خطا وحروف خطا. طبعا السبب ان الطفل لما بدا يكتسب كلمات او بدا يكتسب لغه اتكلم بطريقه خاطئه ومحدش قام بتصحيح هذه الكلمات له في البيئه او في البيت. مجرد ما انا ببدا ادربه على تصحيح الكلمات او النطق الصحيح بيبدا الطفل يكتسب بطريقه النطق الصحيحه، وبيكون علاجه سهل جدا مش بياخد وقت ابدا. عندي بعد كده رقم 6 من إرشادات الأسرة، جعل الممارسات، معلش اللي بيغير الشريحة بس إن أنا بتكلم
انا بتابع معاكم في الشريحه، انا مش عايزه اتكلم من دماغي علشان خاطر ما نبقاش متلخبطين. معلش الكلام اللي انا بقوله مش مرتبط شويه بالكلام اللي مكتوب في الشرايح. بس انا بحاول ان انا اوصل لكم المعلومات قدر الامكان، يعني اتمنى تكون طريقة الشرح بتاعتي يعني مبسطة وسهلة عليكم باذن الله. عندي بعد كده رقم 6، جعل الممارسات اليومية للطفل بمثابة تدريب للطفل لتوسيع الادراك وتوسيع اكتساب اللغة او التخاطب لديه. زي مثلا عندي رقم الف، الغسول او الاستحمام. اثناء غسول الطفل الصباحي تتحدث الأم مع طفلها عن الفم، العين، الأنف، باقي أعضاء الرأس أو أعضاء الجسم، حتى يستطيع الطفل الإشارة إلى أعضاء وجهه المختلفة ويستطيع تسمية الأشياء فيما بعد. يعني أنا مش عايزة أعدي أي موقف على الطفل كده دون كلام أو دون حديث عنه. طبعا الحاجات دي كلها بتشجع على اكتساب اللغة واكتساب مهارات الكلام لدى الأطفال، سواء طفل طبيعي أو طفل لديه إعاقة أو لديه مشكلة صحية. الكلام كله بينطبق على جميع الأطفال، علشان خاطر أنا لما بعالج تأخر اللغة عند طفل بتكون طرق العلاج كلها واحدة مع اختلاف بعض الأشياء حسب حالة الطفل اللي قدامي، بس المهم الهدف واحد. يعني مهما كانت حالة الطفل اللي عندي، متلازمة داون أو شلل دماغي او توحد، الطفل محتاج كل الحاجات دي اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي. عندي بعد كده الافطار، وجبة الافطار. يجب ان انا اوصف للطفل اسماء الطعام اللي هو بيتناوله في الافطار، مثلا خبز او عيش او بسكوت، حليب او لبن، طبعا حسب اللغة او اللهجة المستخدمة. هبدأ اوصف للطفل كل حاجة، هتكلم ببطء، هكرر الكلام، هبص في عين الطفل اشوف فهمني او لا، هشوفه بيكرر ورايا كلمة او صوت. الطفل طبعا لما هيكون متواصل مع الام او متواصل مع الشخص اللي بيشوفه باستمرار او اخصائي التخاطب اثناء الجلسات، هيتعود عليه وهيبدأ يكتسب منه اللغة والتخاطب بكل سهولة ويسر باذن الله. يعني انا عايزاكم تطمنوا جدا، عشان في ناس قلقانة. التخاطب يعني حاجة سهلة جدا جدا بإذن الله. أهم حاجة الناس اللي ما حضرتش معانا الندوة الأولانية، أهم حاجة إن أنا أتميز بالصبر وطول البال، وإن أنا أتميز بحب الطفل واحترام مشاعر الطفل وتقديره، وإن أنا أتميز بتشجيع الطفل على التطور، ويكون عندي أمل إن كأخصائي تخاطب أو أخصائية تخاطب او اخصائي تربيه خاصه بوجه عام، اذا افتقدت الامل في النجاح مع الطفل او افتقدت الامل في تقدم الطفل، عمري ما هوصل معاه النتيجه ابدا. وده فعلا اللي وجدته مع كثير من زملائي وحكولي عنه، ان مثلا انا مش بحب الطفل ده، انا مش بعرف اشتغل معاه، انا مش بحب الشغل ده، بالتالي مش بيجيب اي نتيجه، ولا قدر الله بيفشل فيما بعد في مهمته كاخصائي تخاطب. فلازم ان انا اتميز بمحبة الطفل، مش مجرد تمثيل، لا انا فعلا هحب الطفل. ان الطفل يعني سبحان الله دول ملائكة من ربنا سبحانه وتعالى، يستاهل فعلا الحب ويستاهل الاحترام والتقدير مهما كانت نوع الاصابة او نوع المشكلة. طالما ان انا قررت اعالج الطفل او ادربه، لازم يكون قراري قوي جدا، ان انا الطفل ده مش هسيبه في حاله، او الطفل ده انا مش هسيبه زي ما انا شفته اول مرة. الطفل ده باذن الله بعد فترة علاج او تدريب هوصل معاه لنتيجة وهدف، والاشياء دي كلها طبعا بتكون بترتيب برامج العلاج والتدريب، وبتكون بتقييم حالة الطفل وتشخيص الحالة. بقدر انجح باذن الله بعد فترة لا تقل عن شهور او سنوات. طبعا يعني مش عايزاكم تستعجبوا من الكلام ده، بس في اطفال فعلا انا شفتها، الاطفال دي بتتأهل لمدة سنوات ومش بتجيب نتيجة قبل سنوات، وفي اطفال بتستجيب من الشهور الاولى. اهم حاجة ان انا اتأكد ان الطفل ماشي في منظومة صحيحة من العلاج والتأهيل، سواء في مركز او في منزل او في مدرسة. لازم يكون الطفل واخد حقه على اكمل وجه، علشان خاطر
ابقى متأكد ان انا ماشي صح، ما بقاش انا في وادي والطفل في وادي تاني مثلا خارج المركز او خارج الاسرة. لازم نكون كلنا كأسرة وكأخصائي تخاطب وكمركز او مدرسة كلنا ماشيين في خط واحد لنهضة الطفل او تقدم الطفل وعلاجه بإذن الله. معلش انا خرجت شوية عن الموضوع، بس عشان في ناس ما حضرتش معانا الندوة الاولى، فبحب اوضح الحاجات اللي ممكن ما اتكلمناش عنها يعني قبل كده. عندي بعد كده نرجع للشريحة رقم 71. برضو اثناء عملية تلبيس الطفل او الملابس اثناء اللبس للخروج، يجب ان تتحدث الام لطفلها عن اسماء الملابس، مثلا ده تيشيرت، ده بنطلون، ده شراب. لازم تسمي الملابس المختلفة وتسأل الطفل عن رغبته او عن اختياره للملابس. بعدين تبدأ هنا تعلمه بقى الالوان، حتى لو الطفل مش مستوعب، لكن جميل جدا ان الام او الاخصائي كمان لما يشوف الطفل يسأله انت لابس ايه، لابس بنطلون، طيب انت لابس تيشيرت، طيب لونه ايه، يعني ابدأ اشغل الطفل. مش الجلسة هتكون بيني وبين الطفل جلسة مرح، جلسة لعب، الهدف منها اكتساب اللغة واكتساب مهارات التواصل علشان بعد كده اقدر انجح مع الطفل. عندي بعد كده الخروج. اثناء الخروج مع الطفل ممكن اتحدث معاه عن وسائل المواصلات المختلفة، اتحدث عن السيارة، الباص، اقوم بتقليد اصوات وسائل المواصلات. مهم جدا جدا يا جماعة كأخصائيين تخاطب، أول حاجة الطفل بيحب يكتسبها أو أول حاجة بيبدأ الطفل دايما باكتسابها تقليد أصوات الحيوانات وأصوات وسائل المواصلات. دايما أنا لما ببدأ مع أي طفل ما عندوش أي لغة ببدأ أعرض عليه مجموعات ضمنية أو ببدأ أعرض عليه أشياء من مهارات الحياة اليومية، فدايما يعني أطفال كتير جدا بفضل الله بدأت تتكلم معايا أو بدأت تنطق عن طريق تعليم صور الحيوانات وتقليد أصواتها. الطفل طالما بدأ يقلد صوت حيوان أو صوت وسيلة مواصلات يبقى أنا كده نجحت في عملية التواصل بيني وبين الطفل. طالما بدأ يقلد صوت يبقى هيقدر يقلد كلمة، هيقدر يتكلم بعد كده إن شاء الله. فأنا عايزاكم تركزوا على الجزئية دي، إن أطفال كتيرة بتحب الطريقة دي وأطفال كتيرة بتنجح في علاج تأخر اللغة عندها لما ببدأ أعلمه أول حاجة على الحيوانات وأصواتها، وسائل المواصلات وأصواتها. فأنا هتكلم مع الطفل على كل شيء بيحيط بيه أو كل موقف بيمر بيه الطفل، علشان خاطر تكرار الأشياء دي كل يوم أو كل مرة هيخرج فيها الطفل أو كل مرة الطفل هيستحمى أو هياكل، هيبدأ الطفل بعد كده يخزن حصيلة لغوية. حتى لو الطفل أبدى عدم الفهم أو عدم التجاوب من المرة الأولى، هنتظر كل مرة هكرر فيها أكيد هيكون في تجاوب وأكيد الطفل هيبدأ يكتسب الكلام واللغة ويبدأ يتكلم معايا إن شاء الله، سواء كأخصائي تخاطب أو كأب أو أم في المنزل. عندي برضو في المنتزهات خروج الطفل لبعض المنتزهات مثل حديقة الحيوانات أو مدينة ترفيهية أو بر أو بحر، يجب أنا أتحدث للطفل عن كل شيء تقع عليه عيناه أو كل شيء الطفل بيشوفه أتكلم عنه. أحاول إن هو يلمس الأشياء وأحاول أوضح مفاهيم اللمس، ده مثلا الشيء ده ناعم أو ده خشن، يعني كل حاجة حوالين الطفل أنا هتكلم عنها. مش هترك للطفل أي فرصة تمر بدون ما أتكلم معاه أو أشرح له أي حاجة هو عايزها او حاجه شايفها، علشان خاطر الطفل يقدر يكون حصيله لغويه تساعده على الكلام والنطق فيما بعد. لكن لو انا مش بتكلم مع الطفل او الطفل ما عندوش اي حصيله لغويه هيتكلم يعني من فين هيجيب كلمات او حروف يقولها. طبعا احنا خلصنا النهارده الجزء الخاص بالدرس، هنشوف مع بعض مقاطع فيديو. عندنا تدريب طفلة تقريبا عمرها 3 سنوات ونص. الطفلة دي طبعا ما عندهاش اي لغة ولا عندها اي كلمات. هنا اخصائية التخاطب بتديها الجلسة بشكل مرح، بتشجعها على الكلام باستخدام الالعاب.
ده طبعا دايما هتكون بدايتنا كأخصائي تخاطب مع أي طفل لا توجد عنده أي لغة أو أي كلمات، إن أنا أخلي الطفل يحبني عن طريق المرح واللعب علشان خاطر الطفل يقدر يتواصل معايا ويبدأ يلتقط مني اللغة والكلمات فيما بعد. There's the ball. It's eyes. Okay, ready? Let's put it on top. Ready? Go. طبعا شايفين Ready? الطفلة هنا بتقلد Set. الأخصائية بعض الكلمات، Down, down. Fall down. والأخصائية هنا بتشرح لها كل حاجة، يعني بتقول لها داون داون يعني تحت، يعني الكورة نازلة تحت، كل حاجة بتحصل أمام عين الطفل أنا بشرحها كأخصائي تخاطب، بشرح علشان أكتر الحصيلة اللغوية لدى الطفل. Down, down. I want the ball. Good job. Ready? شايفين هنا الطفلة بتحاول تقلدها في بعض الأصوات أو الكلمات. Down, down. Ball goes down. I want the down, down, down. Take and do that. Down, down, down. Take and do ball go. Down, down, down. طبعا واضح عندنا ان الطفلة دي مصابة بشلل دماغي او ضمور في المخ طبعا بنسبة بسيطة. شايفين طبعا الاخصائية هنا بتكرر الكلمات وبتكرر الاحداث اللي بتحصل كتير جدا بطولة بال وصبر دون ملل او دون طفش يعني من الطفلة. طبعا احنا هنشوف مقاطع فيديو كتير جدا، هنزل لكم في المنتدى بإذن الله مقاطع كتير جلسات تخاطب، إن طبعا العملي أو مشاهدة طرق تدريب الطفل أو جلسات التخاطب هي أكتر حاجة هتقنعني بالكلام النظري ده، إن الكلام النظري مختلف تماما عن الجلسات العملية، وأتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. في عندي برضو في مقطع فيديو تاني هنشوفه. طبعا شايفين هنا ايماءات الصوت وشايفين الاصوات النغميه او الاصوات الحلقيه اللي بتعملها الاخصائيه لتشجيع الطفل على اصدار الصوت في البدايه قبل الكلام. طبعا انا مش لازم امسك الطفل وافضل اتكلم معاه من البدايه، لا، يعني زي ما بنشوف هنا في الجلسه دي بتكون جلستي مع الطفل اللي ما عندوش لغه او عنده تاخر في النطق او في الكلام، ان انا بستخدم معاه ايماءات حركيه او اصوات حلقيه منغمه تشجع الطفل على اكتساب الصوت، ان طبعا زي ما اتكلمنا ان الصوت بيسبق اللغه، يعني خروج اصوات من الطفل اصوات حلقيه او اصوات منغاه بتكون قبل اللغه او قبل الكلام. طيب هنا في سؤال مهم، مدة الجلسة مع الطفل قد ايه؟ طبعا جلسة التخاطب المباركة يعني الحمد لله في المراكز المحترمة يعني اللي انا شفتها واشتغلت فيها جلسة التخاطب مش بتقل عن ساعة الا ربع او 45 دقيقة. طبعا انا احيانا بعملها ساعة كاملة
او ساعة ونص حسب قدرة الطفل. يعني لو طفل كبير، كان في مثلا طفل في اولى ابتدائي، الطفل ده كان عنده تلعثم في الكلام وعنده بعض اللدغات، عشان الطفل ده قدرة استيعابه اكبر او يقدر يجلس معايا فترة اطول، فانا قست في اول جلسة الطفل هيقدر يستوعب معايا قد ايه. لقيت الطفل قعد معايا ساعة وربع، بدأت اخليله الجلسة ساعة ونص كاملة علشان خاطر كتر التدريب او كده الطفل يقدر يعدل الكلام ويقدر يعدل اللدغات اللي عنده. وفعلا الطفل في خلال 4 شهور ما شاء الله يعني كان اجتاز المشكلة، والكلام واللغة عنده اصبح طبيعي جدا. فانا كأخصائي تخاطب احاول ما اقللش مدة الجلسة عن نص ساعة، يعني اقل حاجة نص ساعة، ان في مراكز للأسف بتعملها 10 دقايق وربع ساعة. طبعا ده كلام فاضي، وانا بعتبر ان الطفل مش بيستفاد حاجة بصراحة. الادوات دي هنتكلم عليها بعد كده، يعني هنتكلم على الادوات دي ان شاء الله بعد كده في ادوات اخصائي التخاطب هتكون عندنا في الدروس القادمة. ايه الادوات اللي انا هستخدمها، سواء ادوات كاخصائي، ادوات خاصة بيا يعني، او ادوات في منزل الطفل او في المركز. لازم طبعا بتكون عندي ادوات مجموعة كاملة هنتكلم عليها ونشرحها فيما بعد. طبعا احنا شايفين الطفلة هنا مش بتتكلم خالص، الطفلة مجرد بتقلد اصوات الاخصائيات. طبعا انا ممكن كاخصائي تخاطب اثناء الجلسة استعين باخصائي تاني، ده بيدي روح وبيدي تشجيع اكتر للطفل، او ممكن استعين بطفل تاني. يعني لو الطفل بدأ يتكلم ممكن استعين بطفل اخر او طفلة، ده برضو بيدي حماسة اكتر للطفل وتشجيع اكتر على الكلام. هنتكلم برضو فيما بعد عن الجلسات الفردية او الجلسات الجماعية للاطفال. طبعا هنا خلص مقطع الفيديو. عايزه اقول لكم ان اخصائي التخاطب مش بس مشكلته ان هو يفضل يتكلم مع الطفل وخلاص، لا، اخصائي التخاطب بيكون ايضا داخل في عمله تنميه مهارات الطفل او استخدام اللغه او تشجيع الطفل على اللغه والكلام عن طريق بعض المهارات. يعني مثلا انا لو هستخدم مثلا درس ان انا هعلمه ينطق كلمات او حروف فيها اسماء الخضروات والفواكه، ممكن اجيب مثلا باسكت او سلة فيها مجموعة فواكه وخضروات، ابدأ اطلعها من السلة بره على الطاولة او على الترابيزة وابدأ اقول مثلا تفاحة، موزة، برتقالة. بعد كده اطلب من الطفل ان هو مثلا اقول له ايه، اعطيني مثلا تفاحة او اديني تفاحة او موزة، عشان اشوف الطفل قادر يميز بين انواع الفواكه ولا لا. ممكن بعد كده اخلي الطفل يبدا يخرجهم بره ويرتبهم، ممكن اعرفه الموزه مثلا لونها اصفر، البرتقاله لونها برتقالي، التفاح لونه احمر. يعني انا الوسيله اللي انا هستخدمها مع الطفل اثناء الجلسه هستخدمها من كذا محور او من كذا جانب، مش بس ان انا هعرفه دي اسمها ايه، لا، ممكن اعرفه دي اسمها ايه، دي لونها ايه. استخدم تنمية المهارات علشان اشجعه اكتر على الكلام. طب هات، طيب خد، طيب حطها جوه السلة، طيب خليها هنا. طيب هنتكلم على تدريبات. في سؤال جاي لي هنا، الطفل اللي عنده نشاط زائد، هنتكلم على التدريبات الخاصة بنشاط الزائد وفرط الحركة. ان شاء الله كل حاجة هنتكلم عليها.
في أسئلة كتير جدا عن أطفال فرط الحركة. الأطفال دي ليها تدريبات معينة، أنا هنزلها النهاردة على الفيسبوك وهحاول أبعتها لكم إن شاء الله، هبعتها الأستاذ طارق ينزلها في المنتدى. إن طفل فرط الحركة، أنا عن نفسي كأخصائي تخاطب مش بشتغل معاه تخاطب بس، لا أنا بشتغل معاه تدريبات لتقليل فرط الحركة والنشاط عنده. هقول لكم مثال بسيط عشان لو في حد شغال ومعاه حالة دلوقتي. ان انا بمسك ايد الطفل مثلا، مش بجلس بيه اولا في غرفه التخاطب، انه مش بيجلس على الكرسي، الطفل بيفضل يتنطط في الغرفه كلها وبيبهدل الدنيا، ما بيقدرش يقعد على بعضيه مثلا 2 3 دقايق. انا بمسك ايد الطفل وببدا انزل بالطفل مثلا على السلم، ان انا هنزل ببطء وهعد درجات السلم، بمسك ايد الطفل وانا نازله بعد 1 2 3 ببطء شديد، الطفل بيبدأ ينتبه ويركز، يعني ايه الحاجة البطيئة دي اللي بتحصل معايا. ممكن اول مرة ما يركزش قوي، بس فعلا يعني بفضل الله تعالى انا نجحت مع اطفال كتير عندها فرط حركة وقلة انتباه وتركيز، ان انا بتعامل معاه بمنتهى البطء الشديد جدا جدا جدا، طبعا مع بعض الادوية المساعدة اللي بيكون كاتبها له طبيب مخ واعصاب، بقدر اعرف من الام ايه الادوية اللي بياخدها الطفل ده. بستخدم تدريباتي الاولانيه في الحركه، ان الطفل حركته زياده، فانا ببدا امسكه وامسك ايده واقول له مثلا هننزل جنينه او مثلا هنروح نلعب او كده، ونمشي ببطء شديد ونعد الخطوات او نعد درجات السلم او نشاور على الصور اللي موجوده في المركز واحنا ماشيين ونتكلم عنها ببطء شديد جدا. بلاقي ان نشاط الطفل بدا يقل، بجيب بعد كده دفتر او كراسة تلوين، ببدأ ارسم للطفل خطوط بسيطة جدا، بطلب ان هو يقلدها. طبعا هي الطفل فرط الانتباه والحركة بيحتاج تقريبا زي ما قرر بعض الاطباء حوالي 18 جلسة متواصلة بشكل يومي لمدة لا تقل عن نصف ساعة لتدريب الطفل على بعض المهارات او بعض التدريبات اللي هيقوم بأدائها معايا كأخصائي. التدريبات دي هتقلل عنده من النشاط وفرط الحركة وتزود عنده درجة التركيز اللي هقدر بعد كده اتواصل معاه عشان اعلمه اكتساب اللغة والكلام. طبعا انا حبيت اجاوب عن الجزئية دي عشان هي كانت اكتر، يعني اكتر اسئلة جايالي النهاردة وقبل كده عن فرط النشاط وقلة الانتباه والتركيز. احنا النهاردة خلصنا، يعني الحمد لله خلصنا كده درسنا. لو في حد عنده اي اسئلة يعني مدة كده 5 دقايق نجاوب عليها، وهستقبل ان شاء الله اسئلتكم واستفساراتكم على الفيسبوك وعلى الايميل اللي مكتوب عندكم، واتمنى الكل يكون مستفيد باذن الله، واتمنى كده ان ربنا يوفقكم فيما بعد في العمل مع الاطفال. في هنا سؤال بيقول ازاي نعرف ان الطفل توحدي في الشهور الاولى؟ طبعا مش بيبان في الشهور الاولى، ممكن اعرف بعد سنة او عند عمر 10 شهور الاقي الطفل مفيش تواصل بصري، هلاقي الطفل مفيش انتباه، مفيش اهتمام باللي حواليه، الطفل مش عارف يستخدم اي لعبة استخدام صحيح. بس غالبا التوحد بقدر احكم عليه بعد عمر 2 سنين او بعد عمر 1.5 سنة، طبعا ده كلام الاطباء. انا ما عنديش فكرة. هنا في سؤال عن توثيق الشهادة من الخارجية، يعني يا ريت الدعم الفني يرد على السؤال. ايوه، في هنا سؤال عن الادوات المستخدمة في التخاطب، اسطوانات او سيديهات. تمام، انا ممكن استخدم طبعا مع الطفل كل الوسائل، هتكلم عن الجزئية دي برضو عشان جات عليها أسئلة كتير. ممكن أستخدم مع الطفل أدوات مجسمة، مجموعات مجسمة اللي هي مجموعات الحيوانات، الفواكه، الخضروات، وسائل المواصلات، الأطعمة والشراب وأدوات المنزل، أدوات المدرسة، هستخدمها مجسمة. طيب في هنا سؤال من أستاذة سلوى، حاضر هرد عليك دلوقتي. في عندي حاجات مجسمة ممكن أستخدمها، وعندي حاجات بقى ممكن استخدمها كبرامج فيديو على اسطوانات، نفس الاشياء دي اللي انا هستخدمها مجسمة ممكن استخدمها على هيئة صور، او استخدمها على هيئة صور متحركة باستخدام الكمبيوتر اثناء جلسة الطفل.
بيشجع كتير جدا على التعلم وعلى الاكتساب. بالنسبة للسؤال اللي بيجي عن الاعتماد والشهادة، أنا معتمدة من أكاديمية المدربين المحترفين بالقاهرة، ومدربة معتمدة معايا حاصلة على رخصة دولية من الأكاديمية بالتدريب في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أو أي دولة عربية، والفضل يرجع لله ثم لأكاديمية ملتقى الدارين إن هما أتاحوا الفرصة دي للتدريب عن بعد. طبعا أنا ما قدرتش أمانع، رحبت جدا جدا بعرض الدورات المجانية مع الأكاديمية، طبعا إن أنا عارفة في ناس كتيرة محتاجة للدورات دي، سواء أخصائيين يعني مقبلين على العمل كأخصائيين تخاطب أو أولياء أمور. والله يا أستاذة سلوى، أنا يعني بفضل الله اتخصصت في جميع الأعقاد، درستها كلها، وحاليا بدرس دبلومة عامة في التربية الخاصة، وإن شاء الله أكمل ماجستير وأكمل دراسات عليا بإذن الله في التوحد. يعني ناوية أتخصص التوحد بعد كده. طيب إن شاء الله، وهتنزل في المنتدى الخاص بأكاديمية ملتقى الدارين. تمام، في استمارة طبعا بيسجل فيها بيانات الطفل والتطور في الحالة، ده اسمه تقييم. طبعا هبعت لكم كلكم صورة من التقييم ده اللي أنا بستخدمه كأخصائي تخاطب مع الطفل، إزاي بقدر أقيم الطفل. هنتكلم على الجزئية دي في النهاية اللي هي جزئية ممارسة المهنة كأخصائي تخاطب، إزاي هعمل تقييم للطفل وإزاي هحط له برنامج التدريب، كل ده هنقوله إن شاء الله. طيب أستاذة سلوى، في سؤال بيقول سبب وراثي أو عضوي، معلش ممكن توضحي السؤال تاني؟ إن في ناس بتبعت أسئلة كتير أنا مش قادرة أتابع كله، فسامحوني لو في سؤال ما قدرتش أجاوب عليه. إن شاء الله ابعتوه على الفيسبوك أو على الإيميل وبإذن الله هجاوب عليه. أستاذ عمرو طالب المحاضرات دي بالإنجليش، مفيش مشكلة، إن شاء الله هنحاول نترجمها ونبعتها لحضرتك بالإنجليش. تمام، برامج التخاطب اللي احنا بنشرحها ممكن تستخدم من قبل الوالدين في المنزل مع الأطفال. اضطرابات الانتباه وفرط الحركة هو مش بسبب عضوي، يعني معظم الأطباء بيقولوا إن سبب استخدام الأجهزة الحديثة، أجهزة المحمول أو أجهزة الجوالات واللابتوب ووسائل الإشعاع الكتيرة اللي بقت في البيت العربي، الميكروويف وأجهزة ال LCD دي كلها مليانة إشعاعات، يعني الله أعلم بيقولوا إن هي بتأثر على مخ الطفل وهي اللي بتسبب فرط الحركة وقلة التركيز والانتباه. أيضا بيقولوا مواد الحافظة في الأطعمة اللي بيتناولها الأطفال، كثرة استخدام المواد الحافظة بتكون أيضا من مسببات فرط النشاط والحركة. طبعا ده كلام كده يعني من معلوماتي، طبعا ممكن نسأل أطباء أو نسأل مواقع على الإنترنت عشان نقدر نعرف الأسباب الحقيقية. خلاص احنا كده وقتنا انتهى، أتمنى إن شاء الله يكون الجميع استفاد ويكون الشرح سهل وبسيط. طيب هنتكلم عن سيلان اللعاب عند الأطفال، كل حاجة هنتكلم عليها إن شاء الله في الدروس القادمة. أنا هحاول أبعت لكم ملف وورد كامل للدورة كاملة عشان تطلعوا عليها كلها، هتلاقوا فيها إجابات لكل الأسئلة دي. حاضر، علاج سيلان اللعاب أنا نزلته على الفيسبوك قبل كده، هنزله تاني برضو. هبعت تدريبات سيلان اللعاب لأستاذ طارق إن شاء الله، هنزلها في المنتدى علشان خاطر انا عارفه ان في ناس ملتحقه معانا، الناس دي اخصائيين وبيمارسوا فعلا مهنه التخاطب، الحاجات دي ان شاء الله هتساعدهم في العمل كتير جدا. طيب التدريب العملي بصراحه انا مش عارفه، يعني انا هحاول ان شاء الله في نهايه الدوره اوفر لكم مجموعه مراكز في الدول العربيه ان شاء الله، هتصل بيهم في مصر وفي السعوديه وفي الاردن ان هم يقدروا يوفروا لكم فرصه التدريب العملي المجاني باذن الله. حاضر، وفي الإمارات بإذن الله تعالى، وفي الرياض
خلاص ان شاء الله تعالى باذن الله. يعني الحمد لله في تواصل بيننا وبين مجموعه مراكز في كل البلاد، هنطلب منهم وهم اكيد هيرحبوا جدا جدا. ان يعني سبحان الله انا من ساعه ما طرقت ابواب التربيه الخاصه وانا ما شفتش رفض في اي حاجه، كل حاجه ميسره وكل حاجه حلوه وسهله الحمد لله. فاكيد ان شاء الله ان مفيش حد هيرفض لنا طلب. و حاضر هنشوف مراكز الامارات وعمان. انا بصراحه يعني ما عنديش فكره، بس انا واثقه في ربنا سبحانه وتعالى انه هيسر اموركم واموري في انكم تاخدوا التدريبات العمل دي مباشره مع اطفال وتقدروا تفهموا الدروس اكتر باذن الله. كل البلاد انا عامله موسوعه على الفيسبوك اسمه دليل المراكز العربيه، دليل مراكز تاهيل الاطفال في الوطن العربي، بيشمل مجموعة بلاد في مصر وفي السعودية وفي تونس وفي الأردن. كاتبة مجموعة مراكز قدرت أجمعها من على الإنترنت، وإن شاء الله هحاول أتواصل معاها وهنزل لكم عناوين المراكز اللي تقدروا تتلقوا فيها التدريبات العملي دي بإذن الله، وهيكون معاكم الشهادات بعد نهاية الدورة إن شاء الله. فعلا كل حاجة بتبقى سهلة وكل حاجة ربنا بيسرها. يعني العاملين في المجال دول بجد يعني أنا بوصفهم بالملايكة يعني، بس أهم حاجة إن احنا نبقى مخلصين في عملنا ونبقى مخلصين مع أطفالنا، وربنا يوفقكم كلكم بإذن الله. هستأذنكم دلوقتي وإن شاء الله تعالى نتقابل على خير يوم الخميس اللي جاي، وأتمنى لكم التوفيق جميعا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح ان شاء الله. معاكم دعم فني. الو. ان شاء الله هجاوب على جميع اسئلتكم، ان شاء الله اسئله كتير. تمام. تمام. طب احاول على كل حاجه بعدين لو في